ملف ديال سنه 12 سنه كيتكرر بطريقه اخرى. هاد الجلابه اللي على الحمير انا كنسعيتها على الناس باش جيت، انا ما عنديش حتى حاجه. تما كيتغداو ملي كيلحق الوقت ديالهم الجوج ولا الثلاثه كينوضو يقراو. هو ملي خوات عليهم الدنيا شدهم سد عليهم الباب، بقاو عاهما سد عليهم الباب، عياو ما يغوتو، عياو ما يضربو في الحيط، لوا عليهم بثلاثه، نصل لهم الحوايج بجوج. وحده هربت بقات كتغوت وبنتي شدها ما خلاش فيها، زاد لها من الله ما خلاش فيها بالدمايات. طبيبه مسكينه دوزت لهم قالت لهم سمعوا، هاد السرفاكيته اللي درت لكم انا ننصحكم لوجه الله غادي نشديوها لعند جدارميه. هاد السيد راح تعدى عليكم بزاف، راه ما خلاش فيكم، ديوها لعند جدارميه وعندك وتوريوها له. بنتك اللي عارفه هادشي قالت لك راه تكرفص على بنات اخرى. كاين البنات شحال تقريبا اللي تكرفص عليها؟ قالوها لي بنتي وهاد البنت سعد، هاد البنات جوج سعد البنات. هاد البنت وهاد البنت اللي معاها وبنتي هما كمال تسعد. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كنتواجدوا في مدينه القنيطره بالضبط على جد مقربه من محكمه استئناف. مشاهدينا الكرام، عدد كبير من المغاربه تبعوا الملف ديال سنه 12 سنه. ملف ديال سنه 12 سنه كيتكرر بطريقه اخرى. مشاهدينا الكرام، معايا اخت ناجيه. اخت ناجيه جات من مدينه وهزان في ملف يتشابه بشكل كبير مع ديال سناء. عندها واحد بنيه عندها 14 سنه، في الاخير كتكتشف انه شخص فايت 65 سنه تعرضها لنفس الوضع ديال سناء، باستثناء انه هذه البنيه ما وصلتش الحمل، ولكن امور اخرى موضوع النقاش. مشاهدينا الكرام، هاد الام اكتشفت بانه التصريح اللي عطاتها بنتها حتى بنت اخرى دار لها نفس الوضع، وكذلك ضحايا اخرين غادي يبانوا من بعد. مشاهدينا الكرام، غادي تتبعوا معايا حيتيات القضيه، الغريب في الامر كذلك، والحرقه اللي عند الام ان هي اللي عندها هي البنيه الكبيره عندها 14 عام. الله يفرجها لك يا ربي. انت دابا كاينه هنا والمتهم ها هو دابا معتقل، كاين عند الوكيل العام. عاودي لي شنو دار هذا الراجل تعدى لي على بنتي. انا كنصيفطها تقرا وانا خدامه، وكنخرج في الوحده ديال الليل كنركب في الطوبيس كنلحق حتى العرايش كنخدم، وكنصيفطها ودايره لها على الطوبيس ما عنديش خدامه عبد لي راجل قاعد. هاد الجلابه اللي على الحمير انا كنسعيتها على الناس باش جيت، انا ما عنديش حتى حاجه. داي الراجل ما خدامه ردامه والو، انا ساكنه عف خيمه الوراشه، بواه مات مو ماتت كيجيو يقلعوا كل نهار، يجيو لي يقولوا خرجي من الخيمه. دابا هاد السيد علاش غتعصب لي بنتي وتكرفس عليه؟ علاش ولا هزها ملي دار لها الحاله، هزها داها للطبيب دوز راسو. انا غادي نعاود انا وياك، انا فهمتك وحاس بيك، غنعاودو لك من الاول. غادي تعاودي لي شكون هو وفين خدام، وتعاودي لي بالله راه هو خدام قدام المدرسه، وكيفاش كيخرج الوليدات وكيفاش كيدير هاد الشيء. عاودي لي من الاول شكون خدام في الطبيب. هو سكيورتي في الطبيب. سكيورتي هو هو خدام في الطبيب، اللي جا كيعطيه الكينه ديال المخزن، وكيبيعوها لنا بالفلوس بالثمن كيبيعوها لنا. شحال عنده من عام هو؟ هو عنده 65 عام. وبنتك كتقرا في المدرسه اللي قدامهم؟ بنتي تما كتقرا، كيجيو في 12 ما عندهمش فين يجلسوا، كيخافوا من الدراري، كيجيو تما كيقولوا هاد الطبيب ديال المخزن محترم، غنجلسوا فين نتغداو البنات كاملا. تما كيتغداو ملي كيلحق الوقت ديالهم الجوج ولا الثلاثه كينوضو يقراو. هو ملي خوات عليهم الدنيا شدهم سد عليهم الباب، بقاو عاهما سد عليهم الباب، عياو ما يغوتو، عياو ما يضربو في الحيط، لوا عليهم بثلاثه، نصل لهم الحوايج بجوج، نصل لهم الحوايج كرفس عليهم. وحده هربت بقات كتغوت وبنتي شدها ما خلاش فيها، زاد لها من الله ما خلاش فيها بالدمايات. من قدام قاصها طلعتها الطبيب، ولا هو حتى لي هذيك الساعه الطفيله تخلعوا بقاو كيغوتوا، بقى يقول لهم عاسكتوا عندكم الطبيب، عاسكتوا عندكم الطبيب، هزهم عيط الطاكسي داهم هودهم للجرف دوز لهم. الطبيبه مسكينه دوزت لهم قالت لهم سمعوا، هاد السرفاكيته اللي درت لكم انا ننصحكم لوجه الله غادي نشديوها لعند جدارميه.
هاد السيد راح تعدى عليكم بزاف، راه ما خلاش فيكم. ديوها لعند جدارمية وعندك وتوريوها له، سيروا منها لعند جدارمية. داوها لحقوها عطاوها الجدارمية، شافوها شدوهم هما، تمشاو ليه جابوه مع الساهل، عيطوا للوالد ديال بواها، عيطوا لبواها، جا هود كيسبل يعني بنتك انتي مشات للجدارمية بوحدها قبل كاع ما تقول لك انت قالت لهم وحدة. ما كلشي؟ فراسيش يا سيدي، ما فراسيش، انا خدامة جيت العريش، ما فراسيش. انا قلت لك ملي خرجت مع الوحدة ونص ديال الليل، ما فراسيش. بوها ملي استدعاوه جدارمية عيطوا له، قال لي انا جيت، انا جدارمية عيطوا عليا. وعلاش؟ قلت له ما نعرف، هود وشوف شنو كاين. هود ديك الساعة حيدوا له التليفون باش نعيط له، التليفون كيهبل، ما كاينش اللي عيجاوب. صافي قلت هذا شي حاجة، من عيطوا له جدارمية راه شي حاجة، ماله حيدوا له التليفون. صافي خلاوه بلا تليفون، دخلوه لعندها لداخل، بقاو كيديروا معاهم الجواب. هو قال لهم اه انا اللي درت لها هذا الشيء، انا شكون اللي عيط لك انت؟ انا اللي باها، انا في الخدمة باها عيط لي، وباها شكون اللي عيط لي؟ باها المقدم، المقدم. الجدارمية قالوا اه الجدارمية عيطوا للمقدم، قالوا له سير عند علي قول له يجي عندنا دابا، راه بغاوك جدارمية دابا. ما قالوا له بنتك شادنها لا والو، قالوا له يجي عندنا دابا. صافي الراجل عيط لي بحال هالوقيتانيش، جالسة كنتغدى، قال لي ناجية. قلت له، قال لي راه معيطوا لي جدارمية ما عرفتش علاش. قلت له هود وشوف شنو هو كاين. قال لي انا ما عنديش حتى ريال ديال الفلوس. قلت له تسلف نسيبتنا، راه تما تسلف من عندها باش تهود، وديك الساعة انا بني عندي ندبرها فيها ونعطيها لها. داكشي اللي كاين، مشى عند جارتنا ونسيبتنا، داي خويا داي بنتها، عطاتو 2000 ريال بيها هود. هي هذيك الحق تما شدوهم حتى الوحدة ديال الليل، وانا كنعيط في التليفون، قلعوا له التليفون ما خلاوش. خرجت في داك الليل وليداتي تابعني بثلاثة، ما معايا حتى واحد. مشيت عند هود لعندو، عندي طاكسي من هود كيشدوني على الجيران، كيقول لي في عاد هودي في الظلام في عين دفاري بزاف، 10 دراهم ديال المركوب. ايش دوك القطاطعيه في الطرايق ولا طيحه في الطرايق ولا هاد العروبيه بشحال بعيده عندكم على وزان؟ كنركبو خويا من وزان ليها، كنركبو ب 300 ريال. شحال من كيلومتر؟ ها شحال من كيلومتر؟ يكونوا شي 5 كيلومتر هكاك، ولا 5 كيلومتر مع وزان. بحال هكا مشيتي عند الجدارميه وصلتي وقالوا لك شنو كاين؟ قالوا لباه انا الجدارميه ما مشيتش اخويا كاع لعندهم، انا ما مشيتش حيت باها النوب الاولى دخل عندهم ما احتاجونيش. انا ملي كنمشيت الصباح لعندهم على اليوم، قالوا لي انت هي باها اللي مسؤول بيها. المعلومات اللي غيقول لك انت راجلك اللي هو بوات البنيه، قال لك بالله هو شنو قال عند الجدارميه هذا اللي دار هذا الشيء؟ ما طارف. هما الناس دياولو دياولو اللي معاه دابا من عائلته كيهضروا حدايا في التليفون، كيقولوا راه قال لك هو اللي داير هذه الجريمه، راه معترف هو اللي دايرها. واخ بنتك ما عاودتلكش؟ انا كنت سمعت شي معلومات قبل من التصوير، قال لك كاينين ضحايا كثار. بنتك اللي عارفه هادشي قالت لك راه تكرفص على بنات اخرى. كاين البنات شحال تقريبا اللي تكرفص عليهم؟ قالوا هالي بنتي وهاد البنت تسعد، هاد البنات جوج تسعد البنات. هاد البنت وهاد البنت اللي معاها وبنتي هما كمال تسعد، 7 8 تسعد هما هادو، دوك 5 البنات 6 البنات و7، وهادو هما دابا يجيو تسنيتهم ويقولوا لكم اللي كاين. سؤال عاوتاني عندي معاك، شنو راجلك قال لك على الجدارميه غادي تستدعيو الاخرين حتى هما؟ دوك اللي مساكن حتى هما تكرفص عليهم. الاخرين قالوا حد جدارمي ما عرفتوش انا، قال لك راه في راسو، هي عاد تجي المراه راها من حداهم تقريبا لهاد الدوار اللي فيهم، قالت لك البنات قايل لهاد هاد جدارمي في راسو بالله، هاد البنات راهم حتى هما مكرفس عليهم بحال هكا، وما قدوش يهضروا على حساب الشوهه ديال الدوار باش ما يشوهوش. يعني الناس اللي ما قدروش يهضروا بات ديال البنات، باتهم ومواتهم ما قدوش يهضروا. قلت لهم انا ما نقدش ما نهضرش نغوت على بنتي، وكانت بنتي مشات ضحايا لقيتها ما فيها مفسوده ما فيها ما يدير، اش غندير بيها؟ اش غتقعد حدايا دير؟ يلا نزيد نذبحها نكمل. هذيك الطبيبه بنت الناس وصلت الرساله بحال وجهكم الله يرحمكم. خافت على راسها وصيفطات معاهم الورقه، قالت لهم سيروا عند الجدارمية. كون كان عطاها الفلوس دور معاها وقال لها اختي انا مزاوج، لا ما اشتري لي هاد الشيء هذا، ما تعطيها لهمش. كون مشات عليا ضحيه انا وياها، ما كون عرفتش بنتي مالها، واخا كون قالت لي ما كون مشيت تقلبت، ربي حبيبي كيدير عني فيها الخير. وهذا الشيء اللي كاين انا دابا. انت الان باش الراي العام يتبعوا معنا الناس، دابا انت كدوي على بنتك، كاينه واحد المراه اخرى حتى هي اللي حتى هي دابا هي معايا، هي عاد هذيك البنيه الثانيه. واخا هذيك البنيه الثانيه
اللي عند هذه المراه هذه كتقرا مع بنتك في نفس القسم. كتقرا هي وياها. يعني داكشي داروا لهم بجوج ما كيتفرقوش، دخلهم بجوج، بقاو هما الاخرين بجوج. كانت هي حاطه التليفون تما كيتشارج، هاد البنت دخلوا التليفون يهزوه هو كيشدهم بجوج خارجين. شحال المده اللي كان كيدير لهم هادشي؟ قال تقريبا عام هادي ولا بنتي وهاد البنت. لا عاد بداو هادي شي شهر يدخلوا تما، ما كانوش يدخلوا. يعني دابا اللي فهمت بلا بنتك نهار اللي شدها تكرفص عليها نهار اللي مشات للجدار. نهار الجمعه. نهار اللي مشات للجدارميه يعني مع هذا هادشي مشات. نهار اللي تكرفص عليها نهار اللي مشات. ما فايتش منه كيتكرفص عليها قبل. عمره هي عاد تجي وتهضر معاكم عمره ما كان يقيسها عمره حتى حاجه. راه نهار اللي مشى نهار اللي مشات لعند الجدارميه، ذاك النهار اللي تعدى عليهم مشاو بجوج لعند الجدارميه. الله يفرج عليك يا ربي وحنا معاك، راه غادي نتبعوا معاك القصه كامله يا ربي. الله يفرج عليك مشاهدينا الكرام. الله يرحمكم الوالدين، رانا خدامه عبد راعي وما عنديش، ورانا ما ساكنه سكنه، ما كاينش عندنا الطبيب، ما كاينش عندنا الدواء، ما كاينش عندنا الماء، ما كاينش عندنا ساكن عفوا حد الكوديه ما مستعجل عندي. انا غنقول اجي عندي وتشوفوني عافي ساكن. انا غنجي نكمل لك اللي رانا نبقى في اليهود حاشاكم ماشي عارف. هاد الطوموبيل اللي جالسين فيها حنا تسلفتوا باش كريتوها اللي جالسين فيها حنا اللي هي حدا المحكمة. ها هو هاد السيد راه حنا باقا ما خلصناش كاع ما لقيناش ما نعطيوه. بقى عندي واحد السؤال اخر، هذا اللي عنده 65 عام مجوج عنده الاولاد. انا قلت لك عنده بنات وجوج راهم في المخزن خدامين، قال لك في المخزن ما عارف فين بلاصه. عام عرفتو البارح هي معانا هنا. واش خدامين ولا تيقراو؟ لا خدامين. خدامين في المخزن؟ وحده كانت عاد تقولها البارح قالت لك انا بنتي راه في المخزن طايحه. اللي عارف المعلومات بزاف المراه اللي معاك اللي تاهي بنتها تكرفص عليها. هو عاجي الراجل ديالي راه عارف حيت هو قريب ما بعيدش. هو ملي جيت انا جيت تزوجت هنا لقيتو طبيب، جيت نجلب لولادي كنت نلقاه، جيت ندق الشوكه ليا كنلقاه. انت دابا ملي دخلتو عند السيد الوكيل العام شفتوه؟ ما خلانيش انا كاع يعني دخل راجلك. دخل الراجل ديالي قال لي انت بقاي تما ما مسؤولاش. غادي نشوف الموضوع اكثر مع راجلك ان شاء الله. مشاهدينا الكرام نحن لا تتبع لهذا الملف، وكما قلت في السابق هاد السياره اللي فيها حنا الله اللي عن بهم كيفاش توصلوا لها باش يكريوه باش يجيو هنا يتبعوا بنيه ديالهم. هاد العائله عندهم بنيه وحده اللي هي كبيره عندها 14 سنه فاطمه الزهراء اللي تعرضت. امور واضحه مشاهدينا الكرام، هاد الظاهره دورنا هو ايصال رسائل للمسؤولين وكذلك المؤسسات وكل من له صله لتنور الى عام اكثر للحد من هذه الظاهره. هاد الوليدات كيتكرفصوا بهذه الطريقه، لماذا؟ ها هو فات 60 سنه ارتكب هذا السلوك، والخطير في الموضوع انه جوج ديال الضحايا بانوا مجهود كبير اللي دارت الابنه ديالها وكذلك طبيبة اللي قدرات ان توصل الرساله باش توصل رجال الدرك اللي قاموا بالواجب مشكورين. مشاهدينا الكرام نحن نتتبع هذا الملف، غادي نشوف الزوج ديالها اللي هو الاب ديال فاطمه الزهراء اللي تنوي الراي العام اكثر في الموضوع، ونحن نتتبع لهذا الملف. اذا ثبت ان هناك ضحايا في هذا الملف غادي نتبعوا الملف من جميع الجوانب. مشاهدينا الكرام كذلك لا ننسى الشق الاجتماعي، هذه الام الله اللي عن بها. مشاهدينا الكرام تبعوا معايا كل ما يخص هذا الملف غادي نتناولوا من جميع الجوانب. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.